بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، نجتمع اليوم في عيد التجلي في هذا المساء المبارك. كمان عندنا مجموعة حلوة من الشباب والصبايا اليوم تتقدموا لأول مرة لسر القربان المقدس، بنصلي من أجلهم ومن أجل عائلاتهم، نطلب النعمة في هاي اللحظات المقدسة. في بداية القداس الإلهي نندم ندامة صادقة على جميع خطايانا، فنكون أهلا لإقامة الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء عليكم أيها الإخوة أني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئة عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. Hallelujah.
لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير، الذي يوم تجلي ابنك المجيد دعمت أسرار الإيمان بشهادة موسى وإيليا، وأشرت إلى تبنيك لنا تبنيا كاملا مجيدا، من علينا نحن عبادك بأن نسمع لصوت ابنك الحبيب فنكون شركاءه في الميراث السماوي. هو الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من نبوءة دانيال. وبينما كنت أرى إذ نصبت عروش، فجلس القديم الأيام وكان لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وعجلاته ناراً مضطرمة، ومن أمامه يجري ويخرج نهر من نار، وتخدمه ألوف ألوف، وتقف بين يديه ربوات ربوات. فجلس أهل القضاء وفتحت الأسفار، ورأيت في رؤى الليل فإذا بمثل ابن البشر آتياً على سحاب السماء، فبلغ القديم الأيام وقرب إلى أمامه، وأوتي سلطاناً ومجداً وملكاً، فجميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه، وسلطانه سلطان أبدي لا يزول، وملكه لا ينقرض. كلام الرب. ملك الرب فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزر الكثيرة، السحاب والضباب من حوله، العدل والإنصاف قوام عرشه. أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. ذابت الجبال ذوبان الشمع أمام المولى في حضرة الرب سيد الأرض كلها، وقد أعلنت السماوات عدله، وشاهدت كل الشعوب جلاله. أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. إنك أنت يا رب علي فوق الأرض طرا، ومتعال فوق جميع الآلهة علواً كبيراً. أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بطرس الرسول الثانية. أيها الأحباء، قد أطلعناكم على قدرة ربنا يسوع المسيح وعلى مجيئه، لا أتباعاً منا لخرافات مزخرفة، بل لأننا عاينا جلاله، فقد نال من الله الآب إكراماً ومجداً، إذ جاءه من المجد جل جلاله صوت يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت. وذلك الصوت قد سمعناه آتياً من السماء، إذ كنا معه على الجبل المقدس. فازداد كلام الأنبياء ثباتاً عندنا، وإنكم لتحسنون عملاً، إذ نظرتم إليه كأنه مصباح يضيء في مكان مظلم حتى يطلع الفجر ويشرق كوكب الصبح في قلوبكم. كلام الرب. الشكر لله.
هو ابني الحبيب الذي عنه راضي، فله اسمعوا. هللويا 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 هللويا. الرب معكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان مضى يسوع ببطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تبدل منظر وجهه وصارت ثيابه بيضا تتلألأ كالبرق، وإذا رجلان يكلمانه وهما موسى وإيليا قد ترآيا في المجد، وأخذا يتكلمان عن رحيله الذي سيتم في أورشليم. وكان بطرس واللذان معه قد أثقلهم النعاس، ولكنهم استيقظوا فعاينوا مجده والرجلين القائمين معه، حتى إذا هما بالانصراف عنه قال بطرس ليسوع: يا معلم، حسن أن نكون هاهنا، فلو نصبنا ثلاث خيم، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. ولم يكن يدري ما يقول، وبينما هو يتكلم ظهر غمام ظل لهم، فلما دخلوا في الغمام خاف التلاميذ، وانطلق صوت من الغمام يقول: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا. وما إن دوى الصوت حتى بقي يسوع وحده، فالتزموا الصمت ولم يخبروا أحداً في تلك الأيام بشيء مما رأوا. كلام الرب. أيها الإخوة والأخوات الأحباء في المسيح يسوع، أول شيء مبروك للصغار الحلوين المناولة، مبروك لأهلهم، يوم خاص ومميز. كل واحد فينا بتذكر يوم أول مناولة عملها. إن شاء الله اليوم بكون مميز لإلكم، يوم روحي، يوم حلو، يوم للعيلة كمان في بركة الله. واليوم بهذا الأحد المبارك بنحتفل بعيد التجلي. يسوع مش كل حياته خوارق. يسوع لما تجسد هو إنسان كامل، عاش الخبرة الإنسانية اللي بنعيشها إحنا وبعيشها كل البشر. إذن ولكن ما وراء هذا الإنسان الإله المتجسد في حقيقة أخرى كمان. يسوع بشخصه الكريم جمع مع بعض الألوهية والإنسانية. يسوع المسيح بشخصه الكريم حقق هاي المصالحة ما بين الإنسانية المجروحة بالخطيئة وما بين الألوهية الكاملة اللي فيها كل القداسة. جمع في شخصه الكريم الطبيعة الإنسانية والطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية والسماء في حياتنا البشرية. هاي الحادثة طبعاً في معجزات بحياة يسوع،
ولكن ما بنقدر نتفرج بس على حياة يسوع من خلال المعجزات أو من خلال التجلي. يسوع المسيح هو الإنسان الكامل اللي عاش حياتنا واختباراتنا لحد آلامنا ولحد الإشي اللي كلنا ما منحبه اللي هو الموت. إجا اختبره هو وحكى لنا أنا بعيش إنسانيتك للآخر، لآخر إشي. ومن خلال هاي الإنسانية كشف عن سر آخر. اليوم بيعيد التجلي بيكشف عن هالسر الإلهي وعن هالدعوة اللي مدعوين إلها البشر. وديروا بالكو إنه عيد التجلي مرتبط هون بحكينا الإنجيل أخذا يتكلمان عن رحيله الذي سيتم في أورشليم. فسر المجد تبع المسيح هو مرتبط أيضا بسر الآلام تبعت المسيح. أصلا يوحنا بيحكي بذكر لما بنحكي لما يوحنا بذكر عن المجد عن ساعة المجد بذكر عن إيش؟ عن الصليب. أتت الساعة فمجدني إلى آخره. إذن ما بين حياة يسوع الإلهية وما بين حياة يسوع الإنسانية وما بين اختبار المجد بالتجلي وما بين اختبار المجد في الصليب في حقيقة يسوع المسيح يريد أن يكشفها للبشر. الكلام هو عن موته وهو تجلى أظهر الألوهية إلى أقصاها حتى في المظهر الخارجي. تبدل لونه صارت ثياب ناصعة البياض إلى آخره. وبطرس لما بلشوا كانوا بدهم يروحوا بدها تنتهي هاي الظاهرة وموسى وإيليا بدهم يروحوا قال يا رب حسن أن نبقى ها هنا. اختبر ذوق طعم الألوهية. المسيح تجلى بمرأة من تلاميذه تيحكي لهم هم نازلين ترى عن الجبل التجلي. قال لهم اسمعوا إن ابن الإنسان سيعاني آلاما شديدة سيضطهدونه سيسلمونه سيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. بده يحكي لهم إنه رح تيجي ساعة تجربة ولكن اتذكروا هاي اللحظات. اتذكروا المجد اللي أنتوا تذوقتوه. أثبتوا في التجربة لأن التجربة في النهاية إلها نهاية نهاية ممجدة. أثبتوا في وقت الصليب لأنه في اليوم الثالث سيقوم. بهذا الاختبار حسن أن نبقى هنا. كثير مرات إحنا بحياتنا منعيش هاي النشوة الروحية ومنحكي إنه إحنا بدنا نظلنا على جبل التجلي بدنا نظلنا نعيش بهذا النشوة الروحية. وكثير مرات منربط قوة إيماننا قديش أنا طاير زي الملائكة. مش صحيح مش صحيح. يسوع المسيح ما حقق الخلاص وكمل الخلاص على جبل التجلي. حقق الخلاص وين؟ على جبل الجلجلة. والإيمان الأصيل هو مش الإيمان اللي بتدغدغ المشاعر إنه أنا بصل في مرحلة من المراحل إلى حالة من النشوة الروحية إذن أنا في الحالة الإيمانية الصحيحة. لا، من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني. الاتحاد مع يسوع المصلوب هو ساعة المجد وهو ساعة الخلاص الحقيقية. بطرس قال له يا رب حسن أن نبقى هنا. قال له انزل على الأرض. وهناك عند التجربة الصعبة بطرس هو أول واحد أنكر المسيح وهو أول واحد بعد عن المسيح وأمام كلام الجارية أنكر المسيح إنكار شديد. ثلاث مرات أنكر المسيح. الدعوة لإلنا إيش اليوم بعيد التجلي؟ نعم يسوع المسيح بيسمح إنه إحنا ندخل باختبارات روحية حلوة وكثير مرات نشعر بالجفاف الروحي بحياتنا. هنا ما انقطع الخط
في لحظات الجفاف اللي احنا بنعيشها، يسوع المسيح على الصليب عاش في جفاف روحي، مش بس جفاف روحي، عاش في كل انواع الانفصال والوحده. احباؤه تركوا، وصرخته كانت ايش؟ الهي الهي لماذا تركتني؟ شعر هو انه مفصول عن الاب، ولكن هناك حقق الخلاص. ففي كل مره بنشعر فيها في هاي نشوة التجلي ويسوع يظهر ذاته لإلنا بمجده، نشكر الله. ولكن مرات ما نظلنا بهذا الجو، نعرف إنه أيضاً المجد هو بالصليب، وأيضاً المجد هو مرات بلحظات الجفاف اللي إحنا منعيشها ومنتحد فيها مع يسوع المصلوب، واللي فيها أكيد زي ما بيحكي النص المزمور إن لن يدع قدوسه يرى فسادا. إيش يعني؟ إنه التجربة موجودة بس ما بتطول كثير، حتى لو طولت بتوقيتنا إحنا، بس نعرف إنه نتيجة التجربة في بداية جديدة، وفي خلاص، وفي انطلاقة، وفي بركة، وفي حياة، حياة جديدة. التجربة ما بتكسرنا إذا إحنا منعرف كيف ندمج هاي التجربة مع صليب المسيح. زي ما بحكينا الكتاب المقدس إن الله لا يعطينا يعني حمل أكثر من ما بنقدر إنه نحمل إحنا. خلينا نكون عن هاي الثقة إنه يسوع المسيح في لحظة من اللحظات يتجلى بمرأة منا، حتى لو إحنا ندخل مرات في الصحراء الجفاف الروحي بحياتنا. اليوم بهذا القداس الإلهي بعيد التجلي بدنا نشكر الله على كل مرة أظهر ذاته بحياتنا وفي عائلتنا وفي حياتنا الشخصية. كل واحد فينا الله مرات بيظهر حاله، ومرات في شغلات بتصير في حياتنا منقول أوف شو اللي صار هنا. في أصبع الله موجود، كلنا اختبرنا هذا الإشي، حضور الله وإظهار مجده وإظهار ألوهيته في حياتنا وإظهار عجائبه في حياتنا. كلنا منعرف، كلنا اختبرنا هاي اللحظات، وفي كثير من الأحداث من حياتنا ربنا أخرجنا من أزمات معينة وإحنا ما بنعرف. إيده كانت موجودة ودائما راح تكون موجودة. وفي اللحظات اللي نشعر فيها حالنا تعبانين ومنشعر فيها بشقاء الصحراء، زي ما الشعب العبراني تعب من الصحراء وقال له يعني يا رب شو هالتجربة اللي إحنا منعيشها، نتذكر إنه هناك أيضاً يتم اللقاء، هناك أيضاً يتم الاتحاد العميق مع يسوع المسيح. هو الحي، هو المالك دائماً من الآن وإلى الأبد. اليوم نحتفل أيضاً بالقربان المقدس. اليوم بنزرع في قلوب هذول الأولاد نعمة جديدة. الأهل ما بنكتفي بالاحتفال، هي دائماً تذكير لمسيح. كل سر مقدس يتم في العائلة هو دخول نعمة الله على هاي العيلة في زمن معين وفي وقت معين. نفتح قلبنا للنعمة اللي الله بعطينا إياها في بيوتنا. اليوم هدول الأولاد بيدخلوا نعمة على البيت. خلينا نفتح قلبنا ونعرف إنه هو مش احتفال خارجي، هو يسوع المسيح يمر كما مر على بيت إليعازر ومرته ومريم واستراح عندهم ودخل واشتركوا معه في حياته. أيضا اليوم من خلال القربان الأقدس اللي بتناولوا أبنائكم يدخل أيضا إلى بيوتكم وبيضع البركة في بيوتكم ويضع النعمة اللي أنتم بتحتاجوا لإلها. اليوم اطلبوا هاي النعمة، بطلب من الجميع يصلوا من أجل هالعائلات الموجودة، من أجل هالأطفال، حتى تنمو فيهم نعمة المسيح. آمين. نؤمن بإله واحد. ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، ساوي الآب في الجوهر.
وأيضا سيأتي لمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. رب المحيي من الآب والإبن الذي هو من الآب والإبن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبالكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموت. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، نحن اليوم مجتمعون للصلاة على ذكرى حادثة التجلي الفريدة في تاريخ الدين، لذلك ننضم إلى الرسل الثلاثة المقربين على الجبل ونطلب إلى الله أن يمكننا بالإيمان من رؤية السيد المسيح في بهاء مجده وجلال شخصيته كما رآه المقربون على الجبل. بارك يا رب كنيستك المقدسة واحفظها بنعمتك فتنشر كلمتك القدوسة في العالم أجمع. إلى الرب نطلب. يا رب نرفع صلاتنا من أجل كهنتنا وخاصة قدس الأب حنة وقدس الأب عماد، أعطه النعمة ليواصلوا مسيرتهم في حمل كلمتك ومحبتك إلى الإخوة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجلنا نحن الذين دعوتهم اليوم يا رب ليكونوا قريبين من قلبك الأقدس بتناولنا جسدك ودمك الطاهرين، وحدنا بك فنحمل شعلة الإيمان كل حين، فنضع الرجاء حيث اليأس والتواضع حيث الكبرياء. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نرفع دعاءنا وصلاتنا اليوم من أجل من ساعدنا كي نصل إلى هيكل الرب المقدس، وخاصة الراهبات الفرنسيسكانيات والمعلمات اللواتي أفضيت عليهن ببركاتك كي يستمروا في العطاء لخدمة النفوس وتمجيد اسمك القدوس. إلى الرب نطلب. من أجل الذين انتقلوا إليك يا رب من أهلنا وأقاربنا ومن أجل النفوس المنقطعة، أهلهم ليتمتعوا بنور وجهك القدوس في الملكوت السماوي. إلى الرب نطلب. من أجل أن يتمكن المسيحيون في كل مكان من أن يعكسوا للناس عن المسيح يسوع بالسيرة والكلمة صورة مشرقة فيها سحر وجمال. إلى الرب نطلب. لحظات من الصمت نقدم نياتنا الخاصة. أيها الرب يسوع المسيح، يا من بمعجزة التجلي على الجبل أعطيت عما أعددت من مجد لأتباعك ومحبيك دليلا وبرهانا، نسألك أن تملأ قلوبنا وقلوب الناس أجمعين شوقا إليك وحنينا إلى ديارك. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. من رأى أحاسيا
صلوا أيها الأخوة والأخوات الأحباء إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. قدس هذه القرابين يا إله الجلال بحق تجلي المسيح في مثل هذا اليوم في المجد، وطهرنا من وصمات خطايانا بضياء نوره الساطع، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه قد أظهر مجده الأزلي على الجبل المقدس بمرأة من الشهود الذين اختارهم، يوم أشع من جسمه شبيه بكل جسم أعظم نور وأسمى بهاء. بذلك أعد التلاميذ للتغلب على ما في الصليب من عار وعثار، وأشار إلى أن الكنيسة جسد المسيح السري ستتلألأ كالنور مثل رأسها. لذلك ها إننا مع القوات التي في السماء لك يا ذا الجلال نسبح في الأرض على الدوام قائلين: قدوس 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 رب. أيها الآب الرؤوف، نسألك مبتهلين بابنك يسوع المسيح ربنا أن تقبل هذه التقادم والقرابين وتبارك هذه الذبيحة الطاهرة التي نقدمها لك من أجل كنيستك الجامعة المقدسة، فمنحها السلام واحفظها واجمعها برباط الوحدة واشملها برعايتك في المسكونة كلها. وإننا نقدمها لك مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطرياركنا بيير باتيستا وأسقفنا جمال وجميع الذين يسهرون على الإيمان الرسولي القويم. اذكر يا رب عبادك المؤمنين، واذكر جميع الحاضرين ها هنا الذين أنت بإيمانهم وتقواهم عليم، فنحن نقدم لك عنهم ذبيحة التسبيح هذه، وهم يقدمونها لك معنا ويؤدون الإكرام إليك. أنت الإله الأزلي الحي الحقيقي، راجين لهم ولذويهم الفداء والخلاص والسلامة. وإننا مع الكنيسة بأسرها نذكر ونكرم أولا سيدتنا مريم المجيدة الدائمة البتولية والدة الإله يسوع المسيح ربنا، ثم خطيبها القديس يوسف العفيف والرسل الأبرار وشهدائك الأمجاد، فامنحنا بصلواتهم واستحقاقاتهم عونك وحمايتك على الدوام. اللهم تعطف علينا واقبل تقدمتنا نحن خدامك، بل تقدمة أسرتك بأجمعها. احفظ أيامنا في سلامك ونجنا من الهلاك الأبدي، وضمنا إلى جماعة المختارين. اللهم قدس هذه التقدمة بقوة بركتك، اجعلها لائقة بك مرضية لديك، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم ابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا. فهو في الليلة السابقة لآلامه أخذ خبزا بيديه المقدستين المكرمتين، ورفع عينيه نحو السماء إليك أيها الآب القدير، فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا ف
فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ هذه الكأس الجليلة بيديه المقدستين المكرمتين، فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. فها نحن خدامك وشعبك المبارك نحيي أيها الآب ذكرى آلام ابنك المسيح ربنا وقيامته من بين الأموات وصعوده المجيد إلى السماء، ونقدم لجلالك السامي من هباتك وعطاياك هذا القربان الطاهر المقدس، خبز الحياة الخالدة وكأس الخلاص الأبدي. فنسألك أن تنظر إلى هذه الذبيحة نظرة العطف والرضا، وأن تقبلها كما قبلت قرابين هابيل عبدك الصديق وذبيحة إبراهيم أبينا والتقدمة النقية التي قربها لعزتك الإلهية ملك صادق كاهنك الأعظم. ليقدم ملاكك القديس هذه القرابين على مذبحك السامي أمام جلالك الإلهي، وكلما تناولنا من هذا المذبح جسد ابنك ودمه الأقدسين فلنمتلئ من كل النعم والبركات السماوية. اذكر يا رب أبناءك خضر ونصر، زبانة جليل وغريس السقة، عادل ورمزي ومرسيل وإليا وبندر ونبيل مزاوي، سعاد وإلياس وأنيسة وروز وروزين وسليمان البخيت، إليانور سويدان، أنطون وصوفي شحبرات، لوريت ضبيط، الذين سبقونا بعلامة الإيمان ورقدوا في السلام. نسألك يا رب أن تسكنهم وجميع الراقدين في المسيح مقر السعادة والنور والسلام. أما نحن خدامك الخطأ الواثقين برأفتك العظيمة، فاجعل لنا نصيبا في شركة الرسل والشهداء مع يوحنا المعمدان واستفانوس ومتية وبرنابا وسائر القديسين، ونسألك أن تقبلنا في عدادهم لا لاستحقاق منا بل بفضل حلمك الواسع بالمسيح ربنا الذي به ما زلت أيها الآب تبدع كل الخيرات وتقدسها وتحييها وتباركها وتمنحنا إياها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين.
وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول أبانا الذي في السماء كذلك على الأرض أعطينا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا نجينا يا رب من جميع الشرور تعطف ومنح السلام في أيامنا اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح لأن أيها الرب يسوع المسيح يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلامي أمنحكم لا تنظر يا رب إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي والمالك إلى دهر الدهور آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا بالمحبة والفرح تبادلوا سلام المسيح يا حمل الله الحامل الخطايا وذا حمل الله وذا جسد يسوع المسيح الحامل خطايا العالم طوبى المدعوين إلى وليمة الرب يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت السقف هناك يقول كلمة واحدة تبرع نفسك تقدم أول إشي الأطفال المتقدمين للمناولة الأولى بخشوع ووقار بعدين أهلهم والحضور ورح يكون في مصور خاص لأول مناولة فإذا في مجال نفتح المجال
Yeah.
نعمل تحية للشباب الحلوين اللي نال اليوم القربان المقدس بفرح كبير وبخشوع كبير، ألف مبروك لإلهم. ها قد تناولنا غذاء السماء يا رب، فليجعلنا على صورة المسيح الذي أردت أن تظهر بالتجلي المجيد ضياءه، والذي يحيا ويملك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح.